هذه القمة العام اللي فات كنا درناها 10 ايام بعد الزلزال اللي كان ضرب مناطق الحوز، وطبعا كانت مناسبه ايضا باش نعاودوا نذكروا بالالتزام ديالنا باش نعاودوا طبعا نعطيوا واحد المبادرات للاقاليم ديال الحوز ولكن ايضا للساكنه في المغرب ككل والقاره الافريقيه وكل المناطق اللي اليوم كتعرف مجموعه من الاكراهات، خصوصا في سنه 2024 من بعد الزلزال جاوا ايضا مشاكل جيوسياسيه اللي اثرت طبعا على القدره الشرائيه ديال المغاربه. وهذه طبعا كانت ايضا مناسبه باش نذكروا بكل المؤهلات ديال المغرب في هذا الميدان، خصوصا انه واحد الميدان اللي يقدر يعطي واحد المجموعه ديال فرص الشغل للساكنه. وطبعا كانت ايضا مناسبه باش نعاودوا ننوهوا بالعمل اللي كيقوموا به القطاع العام والقطاع الخاص، وجا جحنا الوقت اليوم باش نشتغلوا في الابتكار ونشتغلوا بطريقه سلسه مع الشركاء ديالنا في القطاع العام والقطاع الخاص، وايضا مع الشركاء ديالنا الاجانب، كانوا مجموعه ديال البلدان اللي كانوا اليوم معنا في هذه القمه. طبعا غادي يكون مجموعه ديال الورشات، خصوصا الورشات اللي غادي تمكننا باش نتكلموا على التكنولوجيات الحديثه، ولكن ايضا تمويل ديال هذه المشاريع، وحتينا بزاف على التمويل ديال الشبكات باش نقدروا نعطيو واحد الطاقه اللي هي قليله الكلفه، واحد الطاقه الخضراء ولكن ايضا قليله الكلفه. وشكرا.